نحن في مواجهة مع الفقر، ولا بد أن ينتصر الخير، لأن الخير فينا ليوم الدين. كيف لنا أن نجتث جذور الفقر؟ موادينا، قرانا، أحياؤنا، مدننا، باتت جميعها تعاني من آفة الفقر. كونوا معي، أنا جمال قطيش، كي نعطي الفقير سنارة ليصطاد السمك، ونزرع القمح كي نأكل الخبز، حصريا على قناة نورمينا. فزعة وطن.